أودنا السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توما والعصافير تبعكم، لا تنسوا خوتي الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. خوتي اليوم جيناكم موضوع مهم ومهم جدا. إخوتي، الكثير من المربيين يسألون عن كيفية شراء طائر كناري أو حسون أو وخاصة الكناري إخوتي، ليكون هذا الكناري بجودة عالية وبصحة جيدة إخوتي. خوتي، لشراء طائر كناري أو حسون بصحة جيدة وبنوعية جيدة كذلك، لديك 6 مراحل إخوتي. لو تتبع هذه 6 مراحل مرحلة بمرحلة، إن شاء الله ستشتري طائر نوعية جيدة، والنوعية التي تريدها بالمواصفات التي تريدها أنت إن شاء الله إخوتي. لأن كثير من المربيين يرى نوع الطائر ومواصفاته وكل شيء، وعندما يذهب لشراء الطائر عند إحضاره للمنزل تبدأ ظهور عيوب في هذا الطائر إخوتي، ويصبح هذا الطائر لا يصل نصف الطائر الذي كان يريد شراءه. خوتي، نبدأ بالمرحلة الأولى. هي يجب أن تعرف نوع الطائر الذي تريد أن تشتريه. مثلا هذا كناري، هذا هجين، نحن نقول هذا كناري. مثلا أنا أريد أن أشتري موزايك أو ساتيني أو كذا. يجب أن نعرف نوع الطائر إخوتي الذي نريد أن نشتري. هكذا إخوتي، الشيء الأول هو نوع الطائر إخوتي. لا تذهب إلى السوق أو إلى محلات بيع العصافير ثم تبدأ باختيار هذا وهذا. يجب أن تحدد نوع كناري تريد شراءه، ثم لكي تذهب مرحلة بمرحلة إخوتي. ثم نذهب إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية إخوتي هي تبحث عن الطائر الذي تريد شراءه. كما قلت لك، نوع الطائر، مثلا احنا في الجزائر نقول ساتيني. نذهب نبحث عن الطائر في الإنترنت أو في جوجل إخوتي، لنعرف اسم الطائر، ربما لديه اسم آخر، ربما كذا. نبحث عن الاسم إخوتي، الاسم هو أهم شيء. ثم عن حجم الطائر، شكل الطائر، لون عينه حمراء أو سوداء، هكذا إخوتي. الألوان الذي تكون في هذا الطائر، لكي عندما نذهب إلى محلات البيع أو إلى السوق، عندما نرى الطائر نرى المواصفات هي إخوتي، شكل الطائر، حجم الطائر إخوتي. قلنا المرحلة الأولى هي نوع الطائر. المرحلة الثانية إخوتي هي البحث عن الطائر في الإنترنت في جوجل. نبحث عليه، اللون تاعه كيف هو، اسم الطائر، اسم الحال، الحجم، الألوان، هكذا إخوتي. وكذلك لكي تتعرف على الطائر أكثر وأكثر، وتتعرف على مواصفاته إخوتي. عندما ترى الطائر تصبح تعرف، هذا هو الأهم إخوتي. المرحلة الثالثة إخوتي هي مكان الشراء إخوتي. الكل يعرف أن هناك السوق وهناك محلات بيع العصافير إخوتي. بالنسبة للمكان إخوتي، شوف، بالنسبة للمبتدئين أنا لا أنصحه أن يذهب إلى السوق إخوتي، لأن السوق يجب أن تكون تعرف وأن تكون لديك خبرة، لأن السوق لا تجد فيه. أنا لست ضد السوق، أنا أشتري من السوق إخوتي، عفوا، لكن يجب أن تكون لديك خبرة، لأن في السوق لا يأتون بالعصافير خاصة الجودة الرفيعة، والأغلبية تجدها في الصحة إخوتي، صحتها متدهورة، لأن السوق في وقت شتاء البرد، وفي وقت الصيف درجة الحرارة وكذا، وأنتم تعرفون أحوال السوق. لذا إذا كنت مبتدئ أنصحك الشراء من محلات بيع العصافير إخوتي، فهذا يساعدك جدا إخوتي. هكذا إخوتي، وأنا لست ضد السوق إخوتي، أنا أشتري من السوق. وفي الأول عندما كنت مبتدئ
من 7 سنين أو كذا، كنت أشتري من المحلات إخوتي هكذا. والآن إخوتي نذهب إلى المرحلة الرابعة. نقول أنك دخلت إلى محل شراء العصافير، فقد عرفت نوع طائرك وبحثت عنه، الاسم واللون تاعو والحجم، وأنت في المكان، في مكان شراء. ها هو، نقول أنت هذا هو النوع الذي أردت أن تشتريه. لا توجد عصفور واحد، توجد ممكن أن توجد 3 عصافير داخل أو 4 داخل القفص، أو ممكن أن تجد كل عصفور وحده هكذا. فأنت تأتي إخوتي، أنتم ترون هكذا، تأتي عندك النظرة الخارجية قبل أن تفحص الطائر وتأخذه وتخرجه من القفص. إخوتي، عندك النظرة الخارجية هي الأهم. إخوتي، النظرة الخارجية، أنت تنظر إلى الطائر. إخوتي، خذ 15 دقائق. إخوتي، انظر إلى الطائر، تجده هكذا يلعب، هكذا يتحرك، هو بصحة جيدة، ينظر إليك، تعرف بأنه متعود على الناس، تجده يأكل يشرب. هذه هي النظرة الخارجية. وكذلك أهم شيء إخوتي، تجده بالباك في رجله إخوتي. فهذا يتبدل، الكثير يحب هذه الأشياء، وسمام سعر الطائرة يتبدل إخوتي إذا كان فيها تحجيلة أو لا. إخوتي، نحن نقول باقي، وهكذا إخوتي. هذه هي النظرة الخارجية، يكون يأكل يشرب، فهكذا تكون أنت نظرة خارجية للطائر، خلاص قد أعجبت بهذا الطائر، هو تراه بصحة جيدة. إخوتي، كما قلنا، يتحرك، يأكل يشرب، لا يخاف كثير من الناس، وهكذا إخوتي. ثم نذهب إلى المرحلة الخامسة إخوتي. كما قلت لكم، ليس أنت لا تدخل يدك في القفص، تجبد، تخرج العصفور، ثم تنظر إليه، لا هذا لا عجبني، تعيده وكذا وهكذا. إخوتي، عندما ترى بأن هذا العصفور عجبك ورأيت صحته جيدة، نقوم بإخراج العصفور. هكذا إخوتي، نذهب إلى المرحلة الخامسة، وهي المرحلة الأهم إخوتي، فحص الطائر. إخوتي، كما قلت لكم، عجبك الطائر، ثم نذهب إلى مرحلة فحص الطائر. سنخرج الطائر إخوتي ونرى. أول شيء إخوتي، عند إخراجك للطائر، الشيء الذي تلاحظه هو أن الطائر يقاوم فيك، لا ليس هو فاشل أو كذا، لتعرفوا بأنه بصحة جيدة. إخوتي، كهذا الطائر هو يقاوم. ها أختي، ها إخوتي، ها 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 ها، وتجده يدافع. ها إخوتي، خاصة إذا كان، إذا كنت تريد شراء ذكر، فتعرفوا بأن هذا ذكر حقيقي. إخوتي، والشيء الثاني إخوتي، الذي يريك أن الطائر بصحة جيدة، أو تعرف كل على صحة الطائر، هو بطنه. إخوتي، نذهب إلى بطنه مباشرة، ونقوم بنفخ على البطن، ونرى بطن العصفور. إخوتي، بطن الطائر إذا كان فيه تشحم أو فيه مرض الكبد، المهم بطن الطائر هو الأهم إخوتي. وكذلك عندما تبحث على نوع في الإنترنت، تبحث كيف تعرف بأن الطائر في البطن، كيف تعرف بطن الطائر، تجده صافي إخوتي، لون البشرة هو لون الوردي. تجد إذا وجدته أصفر، أعرف بأنه مشحم، وإذا وجدته بنفسجي أو أزرق، أعرف بأنه لديه مرض الكبد. إخوتي، من البطن إخوتي نصعد إلى الصدر، يجب أن نجد صدره ملحم، لا نجد تلك العظمة هكذا في الصدر، فتعرفوا بأن هذا الطائر ليس بصحة جيدة. إخوتي، ثم الشيء الثالث، نذهب إلى رجلي إخوتي. لاحظوا، رجل هنا صافية، لا نجد إحمرار بالرجل أو التهاب، وفي الأظافر كذلك إخوتي، نجدها هكذا، ها هي أمامكم. زلنا نرى الرجل الثانية هكذا. ثم إخوتي، الشيء الأهم ثاني وراء البطن إخوتي، هو العضو الذكري أو مكان الإبراز. إخوتي، يجب عندما تنفخ لا ترى حول فتحة الإبراز، تجد البراز أخضر أو كذا، فتعرف بأن هذا الطائر كان مصاب بإسهال. إخوتي هكذا. ثم نذهب إلى عينيه إخوتي، يجب أن نجدها مفتوحة ودائرية وتلمع، خاصة لمعان إخوتي، ها كما تلاحظون هكذا.
هكذا إخوتي هاي. والشيء كذلك الأهم إخوتي، الأهم كذلك إخوتي أن يكون سن العصفور لا يتجاوز عام، لكي يكبر عندك ويكون صغير. من الأفضل 7 أشهر 8 أشهر هكذا إخوتي، خاصة إذا كنت تريد أن تقوم بعملية التزاوج. لا أقول العصافير الأخرى ليست شغالة، شغالة، لكن من الأفضل أن يتجاوز عام هكذا إخوتي. ثم نذهب إلى نقلب بالعصفور هكذا إخوتي، ثم نذهب إلى الأجنحة نراها بصحة جيدة، ثم الذيل إخوتي هكذا هكذا. ثم أكملنا وعرفنا بأن هذا الطائر بصحة جيدة وأعجبك، تعيده إلى القفص إخوتي هكذا إخوتي. عندما نقوم بمرحلة هذه ما قبل الأخيرة هي فحص الطائر، نجده بصحة جيدة كما قلت لك. أهم شيء هو البطن، بطن الطائر، ثم صدر الطائر نجده ملحم، لا نجد العظم خارجه هكذا. ثم فتحة البراز لا نجدها، حولها براز أخضر أو كذا. نلاحظ العضو الذكري يجب أن يكون بارز، ويكون نلاحظ عينيه كما قلت لك تكون دائرية وتبرق إخوتي، وتكون مفتوحة، والجناح والذيل إخوتي. ثم إخوتي المرحلة السادسة وهي التفاهم على السعر مع البائع إخوتي. تطلب أنت سعر هذا الطائر، وعندما تكون تبحث في المرحلة الثانية، عندما قلت لك تبحث عن الطائر تبحث عن السعر، فأنت تعرف السعر أين يتراوح. فعندما يعطيك السعر هو، إذا رأيته مناسب لك وله، لا يضرك ولا يضره، تقوم بشراء الطائر مباشرة. وإذا رأيت بأن السعر مبالغ فيه قليلا تقوم بالتفاهم معه هكذا إخوتي. وهنالك مرحلة مهمة إخوتي ومهمة، هي بعد الشراء. نقول أنك اشتريت هذا العصفور هكذا إخوتي، قبل أن نخرجه من محل البيع، خاصة في المحل في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، نقوم بأخذ قطعة قماش معنا لنغطي العصفور إخوتي، لتجنب ضربات البرد وضربات الشمس هكذا إخوتي. وعندما تشتري العصفور لا تأخذه إلى الخارج مباشرة وتضعه في الخارج، فهو سيمرض لك إخوتي، أو كما نقول يصاب بفزعة إخوتي هكذا إخوتي. نأخذه إلى المنزل مباشرة. وعندما أخذك للعصفور إلى المنزل، لا تقربه من عصافيرك أخواتي، لا تقل بأن أنا فحصت الطائر وهو بصحة جيدة وهو بكذا. يجب أن تمر على الأقل 5 أيام حتى تقربه من عصافيرك أو تدخله على عصافيرك. يجب أن تقوم بدواء الفاش له أخواتي، لا تقول أنا رأيته لا يوجد، يمكن أن توجد في أذنيه وأنت لم تره، يوجد فاش لا يرى أخواتي، وهو يتمركز في جذر الريش. تقوم بوقاية الطائر إخوتي هكذا إخوتي. وسأترك لكم فيديو جديد إن شاء الله، فعل الجرس وسيرسلك كيفية الوقاية من الفاش إخوتي. وهكذا نكون قد انتهينا، وسأعيد لكم ملخص إخوتي لكي تفهموا المراحل. عندنا نوع الطائر إخوتي، يجب أن تعرف نوع الطائر قبل الشراء هكذا إخوتي. الطائر الذي تريد أن تشتريه، تبحث عن الطائر في الإنترنت، الحجم، الشكل، لونه، مواصفاته، تتعرف على الطائر أكثر وأكثر، والسعر، خاصة السعر إخوتي. ثالثا، مكان الشراء. إذا كنت مبتدئ أنصحك بمحلات إخوتي، لا تذهب إلى السوق. وكذلك عمر الطائر إخوتي، يجب أن يكون أقل من عام. أربعة، النظرة الخارجية للطائر، تنظر إليه إذا كان يأكل يشرب يتحرك. خامسا، فحص الطائر إخوتي في اليد، وخاصة كما قلت لك في البطن والصدر هكذا إخوتي، وفتحة البراز. عندما تفحص الطائر تكون قد أعجبك هذا الطائر وهو بصحة جيدة. السعر، تتفاهم على السعر إخوتي. والمرحلة المهمة كما قلت لكم هي بعد الشراء، يجب أن تأخذ عصفورك إلى المنزل مباشرة ولا تقربه من عصافيرك حتى تقوم بدواء الفاش وكذا هكذا إخوتي. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا الموضوع المهم، ولا تنسوا دعم هذه القناة، وإن شاء الله سأزيد من المعلومات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.